طيب كابتن حماده النقيب نجم مصر وحارس مصر في سنوات عديده جدا، وكان ايقونه حراسه المرمى لمنتخبات الوطنيه في سنوات كثيره جدا. كابتن حماده برحب بيك في البدايه، واهلا بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك يا استاذ احمد، وانا متشرف بحضرتك طبعا وقناه الاهلي طبعا بيتنا. طيب يعني طبعا انا عارف يمكن جيل عظيم كنت موجود فيه وعملته انجازات طيبه، ولولا سوء التوفيق او بعض القرارات التحكيميه كنت رحتوا لابعد من كده في سنوات سابقه، لكن الحمد لله في جيل دلوقتي بيكمل وفي تواصل اجيال في لعبه كره اليد، والنهارده بيفوزوا على المانيا وبيصلوا لمرحله نصف النهائي عشان يواجهوا فرنسا. احساسك وطبيعه لعبه كره اليد المصريه والتخطيط اللي موجود خلال السنوات السابقه والتاهل النهارده ودور كريم هنداوي كحارس مرمى، وانا بكلم من اعظم حراس مرمى مصر الكابتن حماده النقيب، كل التفاصيل دي تتكلم عنها وتقول عنها ايه النهارده بعد الانجاز العظيم والتاهل لنصف النهائي في دوره طوكيو الاولمبيه؟ لا طبعا، اولا الف الف مبروك لمنتخب مصر، الف مبروك للشعب المصري، الف مبروك للسيد الرئيس السيسي. طبعا يمكن الانجاز التاريخي اللي حصل النهارده ده وسام على كل شباب مصر، وسام على سجد كل شباب مصر. طبعا يمكن احنا عارفين ان الرياضه هي مقياس تقدم الدول، والحمد لله احنا الطفره اللي فاتت او يمكن الفتره اللي فاتت ديت في تقدم في جميع المجالات، ويمكن الرياضه دي احنا الحمد لله شفنا شبابنا النهارده منتخب مصر كره اليد بيحقق يعني صراحه فوز يعني الواحد كان سعيد بيه من اول مباراه المجموعه كانت قدام السويد، واحنا كنا فرحانين جدا باداء المنتخب، باداء اللعيبه، بالروح اللي عندهم اللعيبه، اللعيبه بتبذل اقصى جهد ما شاء الله، يعني جيل بصراحه يشرف البلد، يشرف مصر، جيل بصراحه يعني انا مش عايز اقول زينا او احسن مننا، لكن هو جيل يعني وسام، يعتبر وسام على سجد كل شباب مصر. طيب طبعا يمكن حضرتك انت عارف النهارده المانيا على طول، يعني يمكن ديربي بيننا وبين مصر، وخصوصا في الماتشات اللي هي الاقصائيه او الماتشات اللي مثلا توديك سيمي فاينل حاجه زي كده. الحمد لله ربنا وفقنا، كريم هنداوي عمل مباراه بصراحه يعني انا بشيد بيه من زمان جدا، يعني كريم من احسن حراس المرمى اللي جابتهم مصر، والحمد لله النهارده بيثبت الكلام دوت يعني بجداره بجداره بجداره. يمكن مكسب كبير جدا للمنتخب النهارده ان هو يبقى مستواه، هو اللي عمل الفرق، هو اللي عمل في ماتش السويد كده، هو اللي عمل النهارده في ماتش المانيا الفرق، وان شاء الله انا متوقع له يكمل زي ما هو ماشي في ماتش فرنسا برضه. طيب برضه لو هتكلم على ماتش فرنسا وعايز يعني اعمل فلاش باك ب 2001 واللي حصل في كاس العالم في فرنسا، وكان هو صاحب الارض طبعا المنتخب الفرنسي، وكنتوا انتوا الاحق بالتاهل لمرحله المباراه النهائيه، وانتوا كنتوا عاملين انجاز اصلا عظيم في النهايه انك توصل وتكسر احتكار الفرق الاوروبيه والمنتخبات الاوروبيه في الوجود في مرحله السيمي فاينال. المشهد بيتكرر تاني لكن في دوره اولمبيه وفي طوكيو، ممكن ده يكون حافز للاعبتنا ان هي تعوض اللي حصل من حوالي 20 سنه وتكسب فرنسا، وفي نفس الوقت برضه شايف المباراه ازاي دي يا كابتن حماده؟ والله طبعا هي مباراه صعبه جدا، المنتخب الفرنسي يعني احنا بنقول عليه منتخب الخبراء، يعني الخبراء اللي هو بيعرف يكسب، هو طبعا اعمارهم السنيه اكبر كتير من اعمار منتخب مصر، لكن عندهم الخبره، يعني دي احنا المفروض احنا الشباب عندنا افضل، لكن هم عندهم خبره كبيره جدا ان هم يعرفوا يوصلوا للماتشات النهائيه وكده. لكن انا بقول او اللي انا شايفه بصراحه واللي انا شايفه من فتره الاعداد بتاعه المنتخب، المنتخب داخل بصراحه في تركيز عالي جدا، في ثقه عاليه جدا، في فورمه لياقه بدنيه ولياقه يعني عنده الحته الفنيه كويسه جدا، الاداء الخططي والتكتيك بتاع المنتخب بصراحه في احسن حالاته، فانا مطمن ان هم هيعملوا مباراه ان شاء الله ان شاء الله هي مؤهله باذن الله للنهائي بدوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو. انا متفائل جدا، يمكن الشعب المصري برضو كله متفائل، مصر كلها دلوقتي ورا المنتخب، وانا ما اعتقدش ان منتخب مصر، انا عارف العقليه بتاعت لعيب منتخب مصر كره اليد ان هم ما دام مسكوا في الفرصه مش هيسيبوها، مش هيسيبوا الشعب المصري بعد ما بصراحه واقفه جامده جدا على السوشيال ميديا
الناس كلها مهتمه باللعبه، الناس كلها بتتفرج على المباراه. ما اعتقدش ان هم المنتخب المصري هيخذلنا، لا بالعكس هيوصل للنهائي، وان شاء الله ان شاء بإذن الله الله. ميداليا، ان شاء الله ميداليا حاجه تشرف يعني. ان شاء الله انا متفائل جدا ان هم يوصلوا للفاينل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن حمد النقيب نجم طبعا منتخبنا الوطني السابق وحارس عظيم لمنتخبات مصر في الفترات السابقه في لعبه كره اليد، بشكرك شكرا جزيلا.